معنا عبر سكايب من جرش، مدير ثقافة جرش، الدكتور عقلة القادري. صباح الخير دكتور، وأهلا بك معنا في صباح المملكة. يا صباح الخيرات يا سيدي. يسعد صباحك. بداية، ما هي الرسالة والأهداف التي قدمها معرض أنا مبدع كغيري؟ في البداية صباح الخير لكم في المملكة، هذه القناة المميزة بأدائها وببرامجها، وكل الشكر لهم طبعا على المتابعة لهذه البرامج والأنشطة الثقافية ولنا في مديرية ثقافة جرش. برنامج الذي أقيم بالأمس برعاية معالي وزيرة الثقافة أنا مبدع كغيري، قامت عليه جمعية جرش للفنون التشكيلية، وهي جمعية مسجلة في مديرية ثقافة جرش. كانت هذه الجمعية أخذت على عاتقها، والتي تضم معها نخبة من الفنانين التشكيليين برئاسة الفنان المبدع طارق العتوم، أخذت على عاتقها أن تهتم بفئة وشريحة مهمة في المجتمع، وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. وجاء برنامج الأمس هو بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، فاشتمل البرنامج على معرض للفنون التشكيلية لهذه الفئة من المجتمع. هذا المحور الأول، ولكن المحور الثاني كان هناك رسم مباشر للجمهور وللحضور. كان الهدف منهم من هذا البرنامج هو إبراز هذه الشريحة للمجتمع، وأنها شريحة تملك العطاء ولديها الشيء الكثير الذي تقدمه، وهي بحاجة إلى من يتبنى هذه المواهب ويتبنى هذه الفئة من المجتمع. نعم، ونحن في مديرية الثقافة وفي جمعيتنا أخذنا على عاتقنا أن نتبنى هذه الفئة وهذه الشريحة لكونها هي جزء رئيسي من المجتمع. دكتور، الافتتاح طبعا كان يوم أمس، أيضا يعني لو الهدف، سمحت لي، الافتتاح كان يوم أمس، إلى متى سيستمر هذه المعرض أم هو اقتصر فقط على يوم واحد؟ لا كان هو الافتتاح هو فقط ليوم واحد، ونحن نعرف الظروف طبعا الظروف الجوية، وأن هذه الفئة أيضا كيفية الوصول في الأمس، يعني بذلنا كل الجهود لإيصال في ظل الظروف الجوية الصعبة، خاصة أن هناك من يعاني من الإعاقة في الحركة والإعاقة في السمع والإعاقة في أشياء كثيرة، فاقتصرنا المعرض أن يكون هو فقط يوم واحد، وأقيم في مركز الزفار في مديرية سياحة جرش، وكان العمل أيضا تشاركي، قامت عليه هناك أيضا مديرية الثقافة، مديرية التربية والتعليم، ومديرية السياحة، لأننا نؤمن بعملنا أنا مديرية الثقافة أن الرسالة والهدف هو هدف واحد ورسالة واحدة، وحدنا لن نستطيع أن نصل إلى الهدف المنشود إذا لم يكن هناك عملية تشاركية وتفاعلية مع المجتمع المحلي ومع مؤسسات أيضا المجتمع المحلي. نعم دكتور، يعني حتى إذا نصل نحكي إلى عن عدد المشاركين في هذا المعرض الذي أقيم يوم أمس، وما هي المواضيع التي تطرق لها هذا المعرض بالإضافة إلى الرسم الذي تحدثت عنه؟ دكتور هل تسمعني؟ أسمعك. نعم نعم، الآن كم أسمعك. عدد المشاركين اللي كانوا موجودين يوم أمس في افتتاح هذا المعرض، وما هي المواضيع التي تطرق لها مع الرسم الذي تحدثت عنه؟ طبعا عدد المشاركين كان 16 مشارك، شمل أيضا 18 لوحة فنية متنوعة، وتركت الحرية للمشارك التي خرجت أعمالهم طبعا في تحاكي الفطرة السليمة لهذه الفئة ضمن أطر وخطوط صريحة وواضحة باستخدام الألوان البراقة، هذه كانت تدل على العفوية الصادقة طبعا، وتبني أيضا علاقة حب ما بين وجدان هذا المشارك وما بين هذا العمل، لأنه كان يرى أن هذا العمل هو الذي هو الصديق الفعلي له، فكانت الأعمال طبعا متنوعة، منها رسم للطبيعة ومنها رسم أيضا من الخيال. لم نقيد حقيقة أي واحد منهم في تحديد موضوع، تركنا الأمر لهم حتى كل واحد يعبر عن الشيء الذي هو يجوده في ذهنه. نعم دكتور، تشهد جرش حركة نشطة بالمعارض والفعاليات الفنية إجمالا، حدثنا عن أبرزها بعيدا عن معرض أنا مبدع كغيري. طبعا احنا كانت في الفترة الأخيرة يعني في نهاية هذا العام قمنا بمجموعة من البرامج،
كان آخرها هو ختام طبعا مجموعة من المعارض الفنية اللي هي في كل بيت فنان، وأيضا أطلقتها هذه الجمعية بدعم من مديرية الثقافة. استمرت هذه المبادرة على مدار عام كامل، بنينا مجموعة عدد من المشاركين حوالي 36 مشارك، قمنا على تدريبهم وخرجنا معهم بعمل فني جميل، وأقمنا لهم أيضا معرض فن تشكيلي شارك فيه جميع المتدربين. وأيضا غير هذه المبادرة كان هناك أيضا مؤتمر القرآن الكريم والحرف العربي، والذي أشركنا أيضا فيه معرض فني بالخط العربي، كيف كانت الخطوط بالحرف العربي ولم تضم الجمل كاملة، إنما هي عبارة عن حروف رسمنا فيها من خلال هذه الحروف لوحات فنية، رسمنا فيها الشلال، رسمنا فيها أيضا الطبيعة والأشجار من خلال الحرف العربي. نحن نهتم بهذا المجال كثيرا حقيقة، لأن هناك لدينا مجموعة ونقطة كبيرة من المبدعين الذين يحتاجون إلى التبني ويحتاجون أيضا إلى صقل مواهبهم. وهذه المبادرة أطلقت هذا العام الثاني لها، وستستمر إن شاء الله في الأعوام القادمة حتى نخرج بشيء يعني بشيء جميل، وأيضا بمواهب كثيرة حتى تخرج إلى المجتمع المحلي بأعمالها وأبداعها. نعم، يعني ربما الهيئات الثقافية والفنية في المحافظات كافة تساهم دائما في إثراء الحركة الثقافية وأيضا الفنية، برأيك ما مدى أهمية وجود هيئات في كافة محافظات المملكة؟ الهيئات الثقافية نحن نعتبرها طبعا مهمة جدا، وهي أذرع لنا، أذرع ثقافية لنا منتشرة في جميع مناطق المملكة. في محافظة جرش لدينا 25 هيئة ثقافية منتشرة في القصبة وأيضا في القرى المحيطة فيها، هي من توصل الرسالة، هي من توصل أيضا رسالتنا الثقافية للوصول إلى الفعل الثقافي المنشود. فأنا أعتبرها هي جزء مهم من الثقافة، وأيضا هي الرديف وأيضا المساند لنا، لأنه كما تكلمت أننا وحدنا لن نستطيع أن نقدم إذا لم يكن هناك لدينا شريك. الهيئات الثقافية شريكة أساسية، وهيئاتنا أيضا متنوعة في مجالات، هناك هيئات حرفية، هناك هيئات فنية تشكيلية، هناك من تتبنى الحركة الثقافية كالمحاضرات والندوات والمؤتمرات، كل واحدة لها مجال متخصصة فيه. الهيئات الثقافية حقيقة الفاعلة، أنا أتحدث عن الهيئات الفاعلة، هي تعتبر شريك أساسي وأيضا ذراع أساسي لنا في الثقافة، وندعمها دائما بكل ما أوتينا حتى نصل إلى رسالتنا المنشودة. نعم، الدكتور عقلة القادري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.